هو في كده يا كابتن هشام؟ يعني في حد منه ربنا كده على طول؟ الحمد لله يا نيرة، ويعني بشكرك على المقدمة القوية جدا ديت. يعني استحقها عن مش عارف جدارة. أقول لك إيه، يعني ربنا يخليك يا نيرة، ربنا يخليك. أشكرك يا كابتن. احكي لي كان إحساسك إيه النهاردة؟ أنا عارفة يعني يمكن أنا عشت مع حضرتك إحساسك يوم الانتخابات، عشت معاك الكواليس، ولكن قبل ما أسألك عن انتخابات الزمالك اللي أكيد هسألك عن إحساسك فيها عشان الناس محتاجة تعرف، عايز أسألك عن انتصارك النهاردة اللي طول قوي ولكن بعد غياب الحق رجع لأصحابه. الحمد لله الحمد لله. عارفة الواحد اللي كان يعني تضميد الجراح، لما انت احساس ربنا ما يوريه لحد، الظلم ده حاجة وحشة جدا يا يعني نيا جدا، وخصوصا انك لما تبقى بريء والناس اللي حوالين هذا الموضوع عارفين كده ومحدش بيعمل لك حاجة، وتلاقي بقى من حواليك كده الناس للأسف بتسيبك وبتبعد عنك، باستثناء القلة القليلة يعني اللي أنا الحمد لله طلعت بيهم من الموضوع اللي حصل لي ده. لكن ربنا سبحانه وتعالى بيعوض بالناس كويسين، بيعوض بدعاء الناس. والتوقيت العجيب في الموضوع ده كله التوقيت، إن أنت الحمد لله لسه خارج من انتخابات نادي الزمالك، وربنا كرمني في يعني اكبر قلعه رياضيه في الشرق الاوسط نادي الزمالك، تبقى نائب الرئيس بعد معركه محترمه جدا مع صديقي هاني العدال. بعديها ما فيش بيومين ثلاثه يجي لي النبأ الصار من المحامي الفاضل استاذ سامي بوستار، ده راجل يعني ونعم الناس، خلق وعلم وطول بال وسمعة طيبة جدا في الكاس الحمد لله. وقف جنبي ناس يعني لازم أذكرهم، كابتن علاء السيد، خالد فتحي، مؤمن صفا، بعض أعضاء مجلس الإدارة. الحمد لله الحمد لله، في الآخر ربنا ظهر الحق. و أنا عايز أسأل سؤال في الآخر، اتفضل. ليه من الأول اللي حصل معاك؟ ليه؟ أنا معرفش. عايز حد يقول لي سبب. أمال لو إحنا بقى أصلاً اتحاد فاشل أو ناس حرامية أو مرتشين كما ادعوا وكما شهد شهداء الزور، موقفكم إيه دلوقتي؟ شخصنة أمور يا كابتن هشام؟ أنا مش لاقي لها أي معنى. أي معنى. أنت اللهم لك الحمد لما تلاقي مجموعة في إدارة وكوادر عملت لك طفرة وعملت لك حاجة رائعة وحالة عالمية، تحافظ عليهم وتزقهم لقدام أكتر ولا تطردهم بره؟ ده الناس بالبلدي كده بتتنشأ ان يبقى عندها كادر اداري ناجح بترفعه اكتر وبتستعين بيه، مش بنبدا ان احنا نشده لورا. يعني تفكير غريب جدا. لا الحمد لله ربنا نصرني، ويعني الواحد رجع يعني اعتباره وشرفه قدام الناس كلها. صحيح. اللي كانت الناس كلها على يقين ان انا على حق. طبعا اللهم لك الحمد والحق ارجع لك مرة تانية. طب هل كابتن هشام نصر ممكن يرفع قضية تعويض؟ خليني الأول بس أفرح بالخبرين الخطوة الأولانية ديت، وبعدين يعني هعرف بقى مع المحامي إيه اللي ممكن يتم، إيه اللي ممكن يحصل، وربنا يسهل إن شاء الله. ما ينفعش تكون معايا وما اسالكش عن انتخابات نادي الزمالك. انتخابات نادي الزمالك بالنسبه لك كانت ايه؟ اسالي نفسك. ما انا هنا على الهوا بقى. انا وعدت وعد يا كابتن هشام في بدايه الحلقه انه انا لا بوعدكم اني هفصل ما بين كوني مقدمه برامج وكوني عضو مجلس اداره، فلا حضرتك احكي الكواليس بقى، قول لي انتخابات نادي الزمالك كانت بالنسبه لك ايه؟ أنا بالنسبة لي كانت يعني عايز أقول جيم كبير. أعتقد الحمد لله كانت القايمة يعني كلها ما شاء الله بدليل فرق الأصوات الرهيب.
احنا صدرنا للجمعية العمومية صورة الجماعة المتحدة مع بعض، المنظمة اللي متفاهمين مع بعض، الروح بينهم كويسة، متماسكين ببعض اخر لحظة. فالناس فعلا اشترت الفكرة دي. حتى ودي كانت سبب رئيسي اصلا في فوزي بالانتخاب، تماسك القايمة. يعني طبعا هاني العدال كان ليه جماهيرية وليه قاعدة قديمة جدا موجودة في نادي الزمالك. لكن لما احنا صدرنا حاجة جديدة اسمها القايمة الواحدة، اعتقد دي كانت فرقة كتير جدا معايا في الانتخابات. صحيح. والحمد لله ربنا يعني جزانا على قد نيتنا. صحيح. كابتن، هل تم التسليم النهاردة؟ تم التسليم النهاردة، ينقص بس جزء اللي هو تقرير كده من مراقب الحسابات. بس كتبنا كل الملاحظات دي في الاستلام، والله المستعان ان شاء الله. طيب، فرق الصلاة، الناس عارفة ان حضرتك يعني فرق الصلاة هي مسؤولية حضرتك، وشوية الناس عاملين كوميكس كده، الناس استلموا بقالهم ربع ساعة وما جابوش صفقات. ايوه. وما بقنوش فرع اكتوبر. ما بقنوش فرع اكتوبر، فين فرع اكتوبر وفين فرع الصالات؟ كلمني عن الاثنين يا كابتن، لان ده يعني تخصص حضرتك اكتر، وهيكون هما اثنين من الملفات الشائكه، ولكن هما تحت ادارتك بالتاكيد. فعايزه اسال حضرتك عن فرق الصالات وفرع اكتوبر. هقول لك اول مفاجاه. انا النهارده واحنا بنستلم طلبت الملف بتاع نادي 6 اكتوبر. والرسومات والعقد اللي معمول او ولا حاجه، مفيش ولا حاجه. يعني لا، ازاي مش كان في بدء في البناء او حاجات شبه كده؟ يعني قلت لهم يا جماعه، ما الناس اللي شغاله هناك دي ايه واسمهم ايه وبتاع، محدش يعرف حاجه خالص، مفيش ولا ورقه في الملف ده موجوده. يعني هنبتدي من الاول نسال بقى مين الشركه اللي هناك، ويعني ما عندناش اي معلومات بصراحه خالص. لكن اعتقد خلال الايام اللي جايه دي هنبتدي نعرف بقى ان شاء الله ايه الدواخل بتاعت الموضوع ده. نفس الكلام بالنسبه لالعاب الصلاه. لازم الاول نهدى الاول كده، نقعد مع الفرق والمدربين الموجودين الحاليين ورؤساء الاجهزه الحاليين، يقدموا لنا تقارير عن الفرق، وبعدين نبتدي بقى ناخد قراراتنا هنعمل ايه ان شاء الله، اللي هي كلها هتبقى دعم وزق للفرق بتاعت الصالات ان شاء الله، علشان يرجعوا تاني لمكانتهم. وان كان يعني احنا فزنا ببطوله واحده في الهاندبول وكسبنا في الطايره ما شاء الله، الباسكت عمل جيم كويس، اعتقد الباسكت جاي برضو ان شاء الله بتدريبات كمان بسيطه، يعني اعتقد هنلحق نعمل حاجه كويسه. كنا كسبانين في اول 3 كوارتر الحقيقه، هو كان يوم الانتخابات. فكان مع يعني ما حالفناش الحظ نشوفه، بس عملوا مباراه وعملوا جيم محترم جدا. مظبوط. طيب، من ضمن برضو الكلام اللي اتقال ان كابتن هشام نصر يعني استاذ الصفقات هيجيب لنا ميكائيل هانسن في اليد. ربنا يسهل، بس احنا عندنا احمد الاحمر. فهمتني ايه؟ كابتن هشام، انا ببارك لك، وبجد ببارك لك، سواء على منصب نائب مجلس اداره نادي الزمالك زي ما بقول لك النائب الكاريزما، وكمان على رجوع حقك في قضيه طبعا ايقافك من مجلس الاتحاد المصري لكره اليد.